رسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هادية ولكتابه تالية وفي مرضاته ساعية وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته ومحبته، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي هو بعنوان ترجمان القرآن. أحبتي في الله، في بداية هذه الحلقة أتوجه بأحر التعازي والمواساة إلى أهالي وأسر ضحايا هذا الحادث المؤلم، حادث بورسعيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الذين ماتوا في هذا الحادث، إنا لله وإنا إليه راجعون، حقا كما قال ربنا جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم يا أهل ويا أسر ضحايا أحداث بورسعيد وغيرها من الأحداث، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم الصبر والسلوان. أحبتي في الله، شيء مؤلم أن نرى مصر تحترق في هذه الأيام من خلال حادث بورسعيد وما يحدث من اشتباكات أمام وزارة الداخلية وغيرها من الأحداث التي مضت، من أحداث مسبير وأحداث التحرير وأحداث محمد محمود وغيرها من الحوادث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ذكرت في الحلقة الماضية، في بداية الحلقة الماضية، أن مصر حفظها الله وأن مصر هي البلد التي ذكرت في القرآن الكريم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وذكرت أن من سيذكر مصر سيذكره التاريخ من أوسع أبوابه وسيصفق له الدهر. شيء مؤلم أن نرى مصر تحترق، شيء مؤلم أن نرى مسلما يقتل مسلما، شيء مؤلم أن نرى مصريا يقتل مصريا، أخاه المصري وأخاه المسلم على أرض الواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بأي ذنب، بأي ذنب هؤلاء قتلوا؟ بأي ذنب تفقد الأم ابنها؟ بأي ذنب؟ كم هو صعب على النفس أن تفقد الأم ابنها فلذة كبدها، حملته في بطنها 9 أشهر وربت وكبرت وفي النهاية يذهب هذا الابن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الطفل الذي يسمى أنس ولا حول ولا قوة إلا 15 سنة ذهب وقتل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني لا أملك ولا أتمالك نفسي في الحقيقة، يعني الطفل أنس 15 سنة ولا حول ولا قوة إلا بالله توفي، يعني كم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم أمه الصبر والسلوان وغيره. لصالح من؟ لصالح من هؤلاء يقتلوا؟ لصالح من ييتم أطفال بسبب وفاة أبيهم في هذا الحادث المؤلم؟ لصالح من أم تربي وتحمل في بطنها 9 أشهر وتكبر ابنها وفي الآخر هي اللي تروح وتشارك في دفن ابنها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لصالح من أب يربي ابنه ويتعب في شغله ويصرف له المال وفي الآخر هو اللي بإيده واللي يشارك في دفن ابنه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لصالح من أسألكم بالله، لصالح من هؤلاء يقتلوا؟ لصالح من يريد أن يسقط مصر ويريد أن يخرب في مصر؟ لصالح من؟ أسألكم بالله العلي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. لزوال الدنيا، أنا بالله عليكم أسألكم، كل أم تتخيل ابنها هو اللي مات، ابنها هو اللي مات في الأحداث، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ربت حملت في بطنها 9 أشهر وتحملت، وفي الآخر بعد ما ابنها يكبر ويصبح شاب يساندها في الحياة وهو اللي يساعدها، فجأة إذا بنفس الأم هي اللي تشارك في دفن ابنها. أب يتعب ويشتغل ويكد ويتعب في العمل من أجل أن يوفر لأولاده لقمة العيش والمال الحلال، وفجأة بعد ما أولاده يكبروا يصبحوا شباب، فإذا به هو بنفسه يشارك في دفن أولاده. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن الدماء، اللهم احقن الدماء، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل مسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت وينظر إلى الكعب ويقول له: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم ريحك. والله إن حرمة المسلم هي أعظم عند الله من حرمتك. لحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، هكذا قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام. من الذين يريدون الفوضى ولا حول ولا قوة إلا بالله في مصر؟ من الذين يريدون أن يخربوا مصر؟ ما يحدث في مصر الآن من قتل وجرائم واشتباكات بين المتظاهرين وبين قوات الأمن، هذا تدبير شخص وتدبير أشخاص، مجموعة من الأشخاص يريدون سقوط هذه الدولة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجد كلما تقدمنا خطوة للأمام بعد أن حققنا برلمان للثورة حقيقي يعبر عن الشعب المصري، تقدمنا خطوة للأمام، إذا بنا نرى من يريد أن يشعر في مصر ويريد أن تسقط هذه الدولة، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خططوا براحتكم، كل من يريد أن يخرب في مصر خططه وخربه، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ مصر. مصر بلد العطاء، بلد الأزهر، بلد العاطفة الدينية. أنا ذكرت في الحلقة الماضية وأنا أذكرها مرة أخرى من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عمر بن الخطاب لما أصاب المسلمين في عهده العاصمة الإسلامية قحط أكل الأخضر واليابس، لم يجد إلا مصر، أرسل إلى والي مصر عمرو بن العاص يطلب العطاء. فمصر بلد العطاء، بلد القوة، بلد الإباء، بلد العاطفة الدينية. احفظوا مصر كما قال سبحانه وتعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لا نريد أن يقتل المسلمون بعضهم البعض، لا نريد فتنة بين المسلمين، هذه من أمور الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. نرى مسلما يقتل مسلما ولا حول ولا قوة إلا بالله على أرض مصر، هذه من أمور الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. ألم تسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. تخيل، فقط الذي يحمل السلاح، مش يقتل، الذي يحمل السلاح ليس من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تخيل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. في فسحة من دينه يعني في ساعة من الأعمال الصالحة، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني الله سبحانه يقبل توبته إلا أن يقتل نفس مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عد قتل نفس المسلم بغير حق من أكبر الكبائر: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: شرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخر حديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، إلى آخر حديث أيضا. تخيل، النبي صلى الله عليه وسلم عد قتل نفس المسلم بغير حق من أكبر الكبائر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ شعب مصر، اللهم احفظ شعب مصر، واحفظ كل من يعيشون في مصر، واحفظها واحفظ سائر بلاد المسلمين، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أحبتي في الله، يعني في الحقيقة يعني الواحد يعني يؤلمه هذه الأحداث المؤلمة،
ولكن دعونا في بداية هذه الحلقة نحن نرحب بأخ فاضل وشاب نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى، هو من أهل القرآن، الشيخ السيد أحمد القوصي. أهلا وسهلا شيخ سيد. أهلا وسهلا شيخ، الله مرحبا بك. شيخ سيد ما شاء الله لك وتعالى من أهل القرآن وممن تعلموا القراءات العشر، وما شاء الله يعني حصل أيضا على إجازة في القراءات العشر، وعما قريب بمشاءة الله تبارك وتعالى يعني سيصبح قارئ في إذاعة القرآن الكريم. شيخ سيد يعني هذه الأحداث والله يعني هي أحداث مؤلمة فعلا، فدعنا بداية قبل ما نتحدث عن حياتك مع القرآن الكريم، يعني يريد الشيخ سيد نوضح للناس الآيات التي يعني تبين حرمة سفك دم المسلم. نعم، في سورة النساء قال ربنا عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صلوات الله. يا ريت الشيخ سيد نبين كلمة للمشاهدين الكرام يعني حول أن حرام أن الإنسان المسلم يسفك دم أخيه المسلم، وكلمة حول هذه الأحداث الجارية. لا والله، كما قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكفى بذلك. نعم صحيح، أحسنت والله يا شيخ سيد، فعلا سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق، وان كما قلت وقرات الشيخ سيد يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا هو جزاؤه، خالدا فيها بغضب، ليس هذا فحسب، وغضب الله عليه والعياذ بالله ولعنه واعد له عذابا عظيما. شيخ سيد، يا في البدايه نتعرف على حياتك مع القران الكريم ومع القراءات. والله في البداية طبعاً درست قراءة رواية حفصة عن عاصم، وطبعاً أخذتها من يعني ثلاث مشايخ. نعم. في البداية طبعاً الشيخ محمود خليل الحصري، ولكن صوتاً. نعم. طبعاً الشيخ محمود خليل الحصري تعلمت منه الأحكام، أحكام القرآن وأحكام الترجمة بتاعت حفصة عن عاصم. الشيخ محمد صديق المنشاوي حفظت القرآن على صوتي. الشيخ عبد الباسط تعلمت منه جمال الصوت. يعني انت ما شاء الله يعني لم تترك ما احد من كبار القراء الا وتعلمت منه. نعم، هذا فضل كبير. ربنا يبارك فيك يا شيخ سيد. طيب بالنسبه يا شيخ سيد، احنا ما شاء الله علينا انك ما شاء الله عما قريب انت قدمت الان لإذاعة القرآن الكريم، وليس كذلك؟ قدمت نعم. اوراقك وعما قريب بمشيئة الله ان شاء الله رب العالمين سيقوم لك امتحان وتصبح قارئا في اذاعه القران الكريم باذن رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا شيخ سيد. بالنسبه يا شيخ سيد لدور الاسره، وانا كمان عرفت منك قبل الحلقه ان ايضا الصديق كان له دور معاك في حفظك للقران الكريم وفي تعلمك للقران، يا ريت نعرفه. والله هو دور الاسره طبعا بلا شك ان لازم الاسره ان يكونوا طبعا حريصين على الطفل في البدايه. طبعا الوالد رحمه الله، طبعا انا عندي برضو اخي الشيخ فرحان نفس القصه برضو يحفظ القران ما شاء الله، وطبعا الوالد كان حريص ان احنا لازم نحفظ القران، وكان يبذل اي مجهود بحيث ان احنا نكون اهل القران. برضو طبعا الوالد والوالده ربنا يكرمهم رب العالمين، والاستاذ حسن برضو والاستاذ منصور برضو استاذ محمد، دول برضو لهم سبب في فضل عز وجل في القران وكده وفي تعليمي وبتاع القران. نعم جميل. طيب بالنسبة للمشايخ الذين تعلمت على إذنهم القراءات. نعم، هو بالفعل يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله. صحيح. في البداية طبعا تعلمت القراءات السبع من فضيلة الشيخ محمود علي عبد الله، بعد كده طبعا التحقت بمعهد القراءات، طبعا درست من الشيخ حمدان عاشور، بعد كده الشيخ طبعا الشيخ جلال محمود ربنا يكرمه رب العالمين، هذا يعني بقرا عليه القراءات العشره. نعم، دول طبعا المشايخ ما شاء الله. نعم جميل.
طيب انا سمعت كمان انت ما شاء الله كتب لي يعني ايضا متقن ومفوه في الخطابه، فتكلمنا ايضا عن رحلتك مع الخطابه. والله أنا يعني صعدت منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندي تقريبا 11 سنة، ما شاء الله. وكانت أول خطبة كانت يعني على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هي كانت أول خطبة لك. طبعا. نعم، ربنا يبارك فيك يا سيد. الله طيب عشان نستكمل معك بقى الحديث معك، يا ريت برضه نسمع آيات بقى بس بجمع القراءات العشر سور. إن شاء الله. تفضل يا شيخ. طبعا هنجمع إن شاء الله بالوقف، بجمع الوقف بإذن الله. ومعروف أن الجمع القاسم إلى ثلاث أقسام. نعم، جمع حرفي وجمع بالوقف وجمع بالآية. نعم، كما قال ابن جزر برضه عن في باب طبعة النشر، باب مشهور قاله طبعا قبل ما نبدأ القرآن لازم نذكر الباب ده طبعا. قال الناظم: وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع، وجمعنا نختاره بالوقف فغيرنا يأخذه بالحرف بشرطه فليرعى وقفا وابتدا ولا يركب وليجد حسن الأداء، فالماهر الذي إذا ما وقفا يبدا بوجه من عليه وقفا يعطف أقربا به فأقربا مختصرا مستوعبا مرتبا. وبالنسبة للوقف، هذا نوع من أنواع الجمع، الجمع بالوقف، هل هو أسهل طرق الجمع؟ لا، هو الجمع بالوقف للاختصار، وهو طبعا اللي أشار عليه ابن الجزري، لأن جمع الحرف قال عنه ابن الجزري أنه بدعة. لماذا؟ لأن جمع الحرف، هنا نقصد بالحرف يا شيخ سيد الكلمة؟ بالكلمة اللي فيها القرآنية. اللي فيها اختلاف يعني. فيها فرش أو أصول طبعا، يعني مثلا إيه لفظ مثلا جبريل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وجبرائيل وجبرائيل وجبريل. ده اسم جمع الحرف. نعم. أما جمع اللي هو بالآية، بحيث ان انا ابدا بالقالون طبعا. نعم، لانه اول رواه. طبعا ده لازم طبعا بالقالون، ابدا بالقالون، بعد كده طبعا ابدا روايه روايه حتى لو كان مختلف معاه لازم اجيبه. لكن جمع بالوقف طالما اختلف، طالما وافق الراوي خلاص مش هعديه تاني. ليه؟ عشان الوقف، عشان الاختصار يعني. نعم صحيح. طيب نسمع بقى ايات، نسمع ان شاء الله بالجمع بالوقف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك فيك. يعني لكم أن تتخيلوا أيها المشاهدون الكرام أن هذا الجمع في آية واحدة، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يعني الشيخ سيد يعني جمع كل هذه المدة في آية واحدة، فما بالكم بقى بالقرآن أكمله. الشيخ سيد لو أراد واحد أن يتعلم القراءات، يعني بالنسبة إليك أنت تعلمت في كم مدة؟ المدة اللي أنت خدتها في تعلم القراءات كانت قد إيه؟ والله أنا درست الشاطبية مع الشيخ محمود علي عبد الله، يعني تقريبا أخذت معي 5 سنوات. بعد كده طبعا الشيخ يعني كان بي يعني نقرأ من الشاطبية، وكان طبعا لما عرفنا أني تمكنت من الجمع فكنا بنجمع من الطيبة. كان كل ده في قد إيه؟ أكثر من سنة؟ لا، هو لما كان بيشرح لي الشاطبية كان يعني كان في منهج، ولكن يعني خدتش حدود 2 سنين كان شاء الله. يعني هناك الكثير يا شيخ سيد ولا حول ولا قوة الا بالله، تجد الكثير ممن يريدون تعلم القراءات تجد يكتفون فقط بإتيان الكتب وان هم يحضروا من الكتب ويتعلموا القراءات من الكتب بدون حفظ للمتن. دول تقول لهم ايه يا شيخ سيد؟ ما ينفعش. ما ده الدليل. طب انا دلوقتي انا قلت ما لكم اذا قيل لكم انفروا. طب ايه دليلي؟ يعني انا يعني احنا معروف ان هيقول لي مثلا رويس عن يعقوب وهشام عن ابن عامر والكسائي. طيب انا ايه دليلك ان ده كان بيقول كده؟ لا، لازم مثلا اقول وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكمله. تمام. طب ماشي، رويس ايه دليله من الدره؟ واشم من طلا بقيل ومن معه. واشم من طلا، الطاء لرويس. يبقى اذا هو المتن هو سلاح طبعا. ده سلاح أي واحد يتعلم القراءات لازم يحفظ المتن. طيب شيخ سيد، بالنسبة للإجازة، هناك يعني كتير من الناس بنرى أن هم خدوا مثلا إجازة في القراءات قراءة وليس حفظا، وفي هل هناك إجازات في القراءة فقط وليس الحفظ، وهناك في إجازات للحفظ؟ يبقى معنى ذلك أن يعني ياخد أسطوانة سي دي في دي مثلا، يعني مثلا هو يكون قارئ من المصحف. ماشي، ما كده يعتبر يعني أخد أسطوانة دي في دي مثلا، او اخد مثلا ديسك يعني لو قرأ على الشيخ كده، ايه الفايده؟ صحيح. طب ما اقرا المصحف احسن بدل ما اروح للشيخ ويتعبوا معايا. اذا لابد من حفظ القران الكريم. اكيد طبعا لابد من حفظ المتن، لابد من اتقان القراءات حتى نحصل في النهايه على اجازه في القران الكريم. طيب الشيخ سيد ما شاء الله كتب لي، يعني صوتك الجميل في قراءه القران الكريم، يعني ده صوتك الحقيقي، ده يعني بصمه صوت الشيخ سيد احمد الكوست. عايزين بقى الشيخ سيد ما شاء الله بتقدر تجيب اصوات مشايخ تانيين، الشيخ عبد الباسط، الشيخ محمد رفعت، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ الحصري. نبدا بالشيخ عبد الباسط، عايزين نسمع حاجه للشيخ عبد الباسط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. جميل. طيب ده الشيخ عبد الباسط، الشيخ مصطفى اسماعيل.
إن هؤلاء يحبون العاجلة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. الله. طيب الشيخ المشاوي. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. الشيخ الحصري. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. نختم بالشيخ محمد رفعت. وما تشاءون إلا أن يشاء إن الله كان عليما حكيما. أكمل الآخر سؤال شيخ. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين لهم عذابا أليما. الله جميل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يبارك فيك. يعني مهما تكلمت مهما وصفت هذا الزمان مش هقدر أوفي حقه طبعا. يعني ربنا يبارك فيك يا شيخ سيد. شيخ سيد يعني شوف أيها الأحبة فقد حبيبتيه عينيه ومع ذلك فصبر فليس له جزاء إلا الجنة وأنعم الله عز وجل يعني عليه بما هو أفضل وأعظم من نعمة البصر أنعم عليه بالقرآن الكريم وبالقراءات العشر الصغرى والقارئ الشيخ سيد وعما قريب سنراه قارئا في إذاعة القرآن الكريم هو فعلا يعني شرف وفخر لكل العالم كله أجمع ولكل المصريين على وجه الخصوص. ربنا يبارك فيك يا شيخ سيد. شيخ سيد يعني كثير من الناس الآن في هذه الأونة ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني إن صح التعبير يتاجرون بالقرآن. ماذا تقول لهم؟ والله يعني أنا أقول كما قال الشيخ أحمد محمد عامر أو يعني المقولة المشهورة أن القرآن يغني كل فقير صحيح ويعز كل ذليل. بس نعم أحسنت والله ربنا يبارك فيك. طيب بالنسبة يعني الشيخ سيد للقراء القراء العشرة والقراءات العشر هل هناك صلة وثيقة بالقراءات العشر والأحرف السبع التي أنزلت على النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا هو يعني الحديث الوارد اللي هو أنزل القرآن على سبعة أحرف نعم فيعني كما تعلمنا من شيخنا العلماء يعني قالوا أن السبعة أحرف هي سبع لهجات سبع لهجات فالقراء العشرة اختصروا في السبع لهجات فأخذوها على القراءات بتاعته يعني حتى الإمام ابن الجزر أشار إليها في الطيبة طبعا نعم فقال الإمام الجزر في الطيبة وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة وقيل في المراد منها أوجه وكونه اختلاف لفظ أوجه بس كده. طيب عاوزين بقى ناخد قارئ حتى ولو من القراء العشرة يعني حتى ولو ناخد الإمام نافع عاوزين نعرف المشاهدين الكرام برضو يعني أحد الأئمة ونبذة عن حياة الأئمة وحياته مع القرآن الكريم وتجربته مع كتاب الله عز وجل. نعم حتى ونأخذ الإمام نافع بالراويين ورش وقرآن إن شاء الله. طبعا كما قال الإمام الشاطبي فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا. وبرضو قال الإمام ابن الجزري في كتاب الطيبة في القراءة العشرة قال فنافع بطيبة قد حظي
فعنه قالون وورش رويا. فنافع هذا اسمه نافع ابن عبد الرحمن وكنيته أبو رويدة. ولماذا سمي أو لقبه الإمام الشاطبي أو ابن الجزري بالطيب؟ لأنه كان حينما يجلس مع أصحابه كان يخرج منه ريح طيبة يعني لم يجد لها مثيل على ظهر الأرض يعني. فسألوا فقالوا يا إمام ما أروع هذا الطيب الذي تضعه؟ فقال والله ما وضعت طيبا في حياتي إلا أنه ريح القرآن. صحيح. وفي مقولة ثانية اللي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال طبعا جاءني صلى الله عليه وسلم في المنام فوضع فيه على في أو فضع فيه في على في فقرأ في القرآن فأصبحت مطيبا من فم رسول الله ببركة القرآن. الله. طيب هذا لشيخ نافع. فطبعا قالوا أن الإمام نافع يعني هو إمام الحرم المدني، فقالوا أنه أما المسلمين أكثر من 70 سنة في المسجد الحرم المدني، وهو كان طبعا عالما بعلوم الحديث وعلوم الفقه. طبعا كده خلصنا من نافع. نشوف مثلا قالون، إيه معنى كلمة قالون؟ أول حاجة مين هو قالون أصلا؟ قالون هو اسمه عيسى ابن مينا وكنيته قالون. ومعنى كلمة قالون بلغة أهل الروم تعني جيد. يعني كلمة قالون كلمة يعني هو لقب، هو ليس هذا اسمه الحقيقي، لا هو اسمه هو اسمه عيسى ابن مينا. فطبعا شيخه لقبه يعني بقالون لأنه كان يعني بلغة أهل الروم كان تسمى بجيد. هذه معنى جيد في قراءة، فكان جيدا في الحفظ. والأغرب من ذلك أن قالون كان أصم. يا الله. يعني كان أصم. كان لا يسمع. كان لا يسمع صوت البوق يعني الطبل. ولكن لو قرأ القرآن يفهمه ويصحح أخطاءه التلميذ، إن أخطأ كان يصحح له الأخطاء. وهذا من كرامة الأولياء يعني. طيب كده قالون انتهى. نشوف ورش. ورش اسمه عثمان ابن أبو سعيد. نعم. ورش هذا أيضا لقب. ورش طبعا لقب. إيه سبب لقب ورش؟ كان فيه على عهدهم طائر يسمى بورشان. فكان ورشان جميل الصوت وجميل اللون، يعني كان أبيض لونه كما قرأنا سمعنا في الكتب يعني وفي مشايخنا. فورش كان أبيض، فكان نافع يعني ورش كان طويل القامة كما سمعنا يعني، وكان برضو يعني كان عالما وكان يعني تلميذ أو شيخ مفوه مع شيخه. فشيخه طبعا لقبه بورش لأنه كان يعني أبيض وكان جميل الصوت، فكان كل شيخ هات يا ورشان خذ يا ورشان، فلذلك لقب بورش. جميل. والله أعلم. يعني وإحنا بنتكلم شخصيا على هؤلاء الأئمة العظماء، يعني لما نتكلم على الإمام نافع يعني كان يشم فيه رائحة طيبة حين يقرأ القرآن كريح المسك، والإمام قالون لما كان أصم ومع ذلك إذا قرأ عليه القرآن كان يصحح القراءة. نعم. والإمام ورش هؤلاء حالهم يعني كان عظيم مع كلام الله سبحانه وتعالى ومع الله سبحانه وتعالى. من هنا بقى نريدك منك شيخ سيد أنك توجه نصائح لحفظة القرآن وخاصة من الصغار أو الكبار، ما هي الصفات التي يجب أن يتحلى بها حامل القرآن وقارئ القرآن الكريم؟ التلميذ أم الشيخ؟ والله نبدأ بالتلميذ. والله التلميذ لابد أن يكون مؤدبا. صحيح. مؤدبا مع شيخه، يعني مثلا يعني التلميذ طبعا اللي هو عنده 10 سنين 8 سنين ما ينفعش يروح مثلا عند شيخه يلعب، شيخ محفظتش اللوح النهارده، لا مش عارف ايه شيخ بكره مش عارف ايه، لا لابد ان يعني ياخذ الطريق بجد. هذا دور التلميذ. اما دور الشيخ فياخذ الطلاب كابنائه، يعني يعاملهم معاملة الابناء لكي يحببهم في كتاب الله عز وجل. صحيح. بمناسبة هذه المعاملة الحسنة شخصية، يمكن كثير من المعلمين القرآن الكريم يعني نسأل الله سبحانه لهم الهداية، البعض يعني تجد يتعامل مع الأطفال بكل قسوة وبالضرب والإهانة. هذا أكبر خطأ. نعم. لأن لما أضرب الطالب أو يعني أعمله معاملة مش كويسة بالطبع أنه هو ممكن يعني يتضايق من الشيخ أو يعني ممكن يعني ما يروح يسلك طريق غير القرآن. صحيح. تقول ده طريق متعب من أوله. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب شيخ سيد، عاوزين بقى احنا كده يعني استمعنا منكم قراءه، يا ايها الذين امنوا لكم زكاه لكم فيرو، هذه الايه استمعنا اليها بالجمع. عاوزين نستمع ايات بقى بروايات متعدده، وليكن مثلا نستمع روايه خلف عن حمزه، ولكن بعد هذا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم يا شيخ محمود. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي احمد؟ السلام عليكم وعلى الاستاذ ضيفك الكريم. منور الشيخ سيد. يعني انا دلوقتي يعني عاوز اسال سؤال واحد يا شيخ محمود. اتفضل. ممكن انا بقرا يعني معيش شهاده عاليه، ولكن بقرا لوحدي في القران كده، ممكن يتسنى لي القراءه في القران يعني لوحدي، وكيف اقرا لوحدي يعني عشان اتعلم؟ عاوز اتعلم. حضرتك ما ذهبتش يا شيخ؟ يا استاذ احمد، حضرتك لم تذهب مثلا لشيخ معين تتلقى على يديه القران الكريم؟ انا عندي مسجد بنقعد ناخد يعني دوره قرانيه كده بسيطه. وفي شيخ هو يعني المقيم على هذه الدوره هو اللي بيصحح لكم القراءه؟ ماشي، يعني ممكن اقرا لوحدي ما فيش اي مشكله. ما فيش مشاكل. ما فيش مشاكل، ولكن لابد ايضا القران يؤخذ بالتلقي. يعني وإن كما قال سبحانه وتعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فلا بد من التلقي من على شيخ. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام من بره، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. إيه هم الأجران؟ أجر المشقة طبعا واللي هي التعتعة، وأجر القراءة. فمثلا الإنسان لما ياخذ الأجرين، إمتى ياخذ الأجرين دول؟ لو هو مثلا ذهب لشيخ معين ليتعلم على يديه قراءة القرآن الكريم، والشيخ ده هو علمه القراءة، ومع ذلك لما ذهب إلى البيت مثلا مرة أخرى أخطأ، في ذلك الوقت يأخذ الأجران أو يأخذ الأجرين معا. بارك الله فيك. دعواتك لمصر إن ربنا يحفظ مصرنا بالحبيب الله يرضى عليك أنت والأخ اللي معاك. الله يرضى الله عليك. مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، جعلها سخاء. الفتن ما ظهر منها وما بطن. امين يا رب. نسأله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لك زحمة على هذه المداخلة الطيبة، ربنا يبارك فيك. ففعلا يا شيخ سيد يعني لابد اولا ما تلقى على شيخ. نعم. أليس كذلك؟ نعم. وبعد كده في مثل يعني انا مش عايز اذكره، ولكن هو يعني كثير على لسنة الناس يعني كثيرا. يعني بيقول لك بعد ما شاب مش عارف. بس هو يمكن يعني احنا بس بنبين، ويمكن بنحب الناس في قراءة القرآن الكريم، فبنقول يعني حتى لو كبير في السن، واحنا يمكن عندنا يعني ما شاء الله. ما انا بقول لك المثل ده شهادة الواقع. يعني من اصدق الادلة على ما اقول، عندنا ما شاء الله يعني امهاتنا الفاضلة الكبار في السن، ومن الحاج ام فارس ومن الحاج ام خالد ما شاء الله بدأوا يقرأوا ويحفظوا كتاب ربنا سبحانه وتعالى وهم كبار في السن. ايضا كانت في قصة ايضا اعلامها وقصة حقيقية، مهندس بدأ يحفظ القرآن وعنده 40 سنة وفعلا ختم القرآن الكريم كاملا. فاحنا بنقول يمكن برضه يعني بيقول للناس كبار السن احفظوا كلام الله سبحانه وتعالى، وحتى يعني اهم حاجه يتلقى على الشيخ قراءه القران الكريم، وبعد ما يتلقى على الشيخ والشيخ يصحح له القراءه ويعلمه كيف يقرا القران الكريم، بعد ذلك بعد ما ذهب الى البيت واخذ يقرا مع نفسه القراءه واخطا، في ذلك الوقت بقى ياخذ الاجر. اما من نفسه لا يذهب لشيخ ويقرا بنفسه، لابد اولا من التلقى. ربنا يبارك فيكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل احمد وغيره ممن يريدون تعلم القران من اهل القران الذين هم اهله وخاصته. الشيخ سيد عاوزين بقى نسمع رواية خلف عن حمزة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما وما ربك بغافل عما يعملون طيسين ميم تلك آيات الكتاب
نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناء ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ما شاء الله يا ربنا يبارك فيك شيخ سيد، عشان بس الوقت اوشك على الانتهاء، فاحنا عاوزين نسمع منك ابتدائي يا شيخ سيد. سيدي يا رسول الله، يا مولد المصطفى جدد لنا أملا، ويا ليالي الهدى ويا الإسلام هذا دينكم ونبيكم، فاستمسكوا واسترشدوا، جاء الربيع جاء الربيع إلى الديار فهللت واستبشرت بالخير والإنعام، وتدفقت أنوار ربك للورى، تجلو القلوب بأطيب الأنساب، ولد اليتيم ولد اليتيم محمد في فرحة، يا مرحبا يا سيد الأيتام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جميل، ربنا يبارك فيك شيخ سيد، وزيد صوتك حلاوة وجمالا وندوة، ربنا يبارك فيك شيخ سيد. شيخ سيد، يعني كلمة توجهها، يعني أولا نبدأ بأهل القرآن الكريم، ماذا تقول لهم؟ والله أنا أقول يعني لقارئ القرآن لابد أن يعني يراقب الله عز وجل. صحيح. عامل رب البشر قبل أن تعامل البشر تجد كل شيء يسير بإذن رب العالمين. يس، نعم النصيحة. طيب ماذا تقول لأهل مصر ولكل العالم؟ والله أقول يعني هو للأسف يعني في هذه الفتن التي نعيشها، في هذه الأيام، هذه الفتن والرزايا يعني والمصائب والمحن، كيف نخرج منها؟ يعني مصر الذي أمنها ربنا عز وجل. صحيح. طيب. ولكن هي مش أصبحت مصر، ده أصبحت غزة. نعم. يعني بصراحة يعني شيء مكسف، يعني يا ريت ان الواحد انسان صحيح مش عايزين غزه ترجع تاني. نعم. طيب في رايك يا شيخ سيد، كيف هو الخروج من هذه الفتن والمحن التي نعيشها في هذه الايام؟ تقوى الله عز وجل. نعم. صحيح.
فعلا يعني كما قلت تقوى الله عز وجل، يعني لابد من الرجوع الى الكتاب والسنه والى طبعا. كتاب الله سبحانه والاحتكام بما انزل الله سبحانه وتعالى، وان طبعا. احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. فيعني في حق الوقت يعني لا يسع للمناقشات والحاجه، اما الوقت في هذه الايام الخروج من هذه الفتن وهذه الرزايا وهذه المصائب وهذه هو النكبات، الوقت عمل يا شيخ، الرجوع الى الكتاب والسنه صحيح، وتطبيق كتاب الله سبحانه وتعالى وشرع الله سبحانه وتعالى. طيب شيخ سيد بقى، عشان في هذه الحلقة عاوزين برضو يعني نستمع منك من قراءة، حتى لو بقراءة أبي جعفر براوية ابن وردان وابن جماس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. جزاكم الله خيرا، حسبك، ربنا يبارك فيك يا شيخ سيد. شيخ سيد عاوزين برضو نبين للناس يعني